أحد الأقرباء أو الأصدقاء من طرفك أو من طرفه ما بيطيقه ولا بيحب يشوف خلقته، مين هو أو مين هي؟ قال لك هو؟ هو قال لي والله. لازم يعني؟ مين هو؟ وشوشيني؟ مين؟ ما الجمهور ده يسمع له وشوشيني. أنا وأنت بس، لا أنا وأنت بس، مين؟ ابن عمتي. ابن عمتي. وستة من عشرة. طيب ست مدام منذر، في جلسة زي هيك أجا تحمس منذر وقال يا جماعة عشاكم عندي، أنت رح تعمل العشاء تلبسي، واعترضتي على العشاء، بيقبل اعتراضك؟ برد اعتراضك؟ ولا شو بيسوي؟ لا براعي شعوري برد. يعني إذا قلت له ما بدي تعشيهم بس إجمالا أنا ما برفض. ما برفض. طيب قاعدين بالليل أنتوا عم تتفرجوا على التلفزيون على مسلسل أو على برنامج عشرة على عشرة مثلا، رن جرس التليفون قام منذ يرد. هلو مرحبا كيفك أو كيفك، طبعا مش أنه يعني هذا، بلش يحكي بهمس وطى صوته. أنت بتخلي التلفزيون والع؟ بتوطي التلفزيون مشان تسمعي شو بيحكي؟ لا بخليه. تخليه. وثمانية من عشرة، اقتربنا من الجائزة الكبرى الآن. موقف حرج حصل مع زوجك. بضحك هذا كتير، عيب أحكيه. ليش عيب؟ كنا هلأ بتقول لي إذا أنا حكيته. إذا هو حكى كنا معزمين بعرس. والعرسان عم بيلفوا بسلموا على المعازيم. نعم. فهو فرط بنطلونه ما أمشي سلم. طيب أسحبنا حالنا وروحنا. طيب السؤال الأخير، يا بتاخذي 450 دينار يا ما بتاخذي الألف دينار عشرة على عشرة. السؤال الآن، الدشات منتشرة، هل الزوجة تلح في طلب دش أو بتقول له ما بدي دشات للبيت؟ لا ما بدي. ما بديك؟ وأنا آسف أقول لك لا. هو بيقول إنه أنت بالعكس بتطالبيه إنه ما يجيب دش للبيت. وطبعا أهلا وسهلا فيكم، وألف دينار إلى الزوجين. أهلا وسهلا منذر، أهلا وسهلا إليك.